الاجتماع ده هو آخر اجتماع للمجموعة دي، بعد ما تحديت كل الخطوط الحمراء ومشيت ورا أهوائك ونزواتك وجريت ورا البنت اللي كنت انت عايزها دي، وانت أخدت الفرصة الكاملة انك تنفذ كل اللي وعدتنا بيه وما عملتش أي حاجة، وانا اتفقت مع البوس ان عقابك هيبقى معانا بس آخر الاجتماع، وانت آخرك معانا بكرة. لازم تصفي كل الناس اللي كشفت حساباتنا في البنوك وكشفتنا قدام الشرطة المصرية، وتقتل حارب أبو رجيلة والشريف الباشا وقدام عينينا، يا إما ما تلومش إلا نفسك. مفهوم؟